دكاترة نكمل مع بعض الجزء الثاني من التوتال بارنترال نيوتريشن. كنا احنا واقفين المرة اللي فاتت عند حسابات الفلويد ريكويرمنت، وكنا قلنا ان في اكتر من اتيتيود وفقا للميديكال انستيتيوت، وكنا قلنا ان ممكن بآلية ان انا افترض ان الفلويد ريكويرمنت من 30 ل 35 مل لكل كيلو جرام، او ممكن فكرة ان نحسب الكالوري الاول ونقول نفس كمية الكالوري هي نفسها بالكيلو كالوري هي نفسها بالملي، فبالتالي لو كان الجسم محتاج 2000 كيلو كالوري يبقى انا محتاج 2000 ملي اللي هي 2 لتر. وان اشهر طريقه هي طريقه هوليدي سيجر ميثود، واللي هي بتصنف وفقا للويت، اول 10 كيلو 100 ملي، تاني 10 كيلو 50 ملي، وبعد كده كل زياده في الكيلو قصادها 20 ملي. وقلنا ده الطريقه الاكثر استخداما وشيوعا، وخدنا حتى أمثلة بتوضح إزاي إن أنا أقدر أحسب الويت في هذه الحالة. لو جينا نبص على remarks on fluid requirement، هنلاقي وأنت بتضيف الفلويد وتحضر البريبريشن، خلي بالك لو كان في other fluid supply برضه يخش في الحسابات، بمعنى ممكن يكون البيشنت هياخد مثلا injection بخمسة مللي مثلا IV injection مضاد حيوي مثلا، وهياخد مثلا مرتين في اليوم، ومعاه مثلا هياخد مثلا سي حاجه تانية، سي ان هياخد حقنه حديد وهتعلق له في صلاين في مكان تاني، يعني مش في نفس التي بي ان باج. فبالتالي اي اديشنال فلويد هياخدها البيشنت عن طريق الاي في روت، في هذه الحاله يجب ان تضاف في الفلويد. فبالتالي لو كان في نفس اليوم هياخد مثلا سي حقنه 5 مللي انجكشن مرتين كل 12 ساعة، فبالتالي ال 10 مللي دول لازم يتخصموا من كمية الفلويد، لأن المقصود التوتال فلويد التوتال از هول. فبالتالي لو في أي سورسز للفلويد لأسباب أخرى زي انجكشن أي في ريسستيشن فلويد ريسستيشن مثلا انجكشن من حديد، كل الكلام ده يتخصم من الفلويد اللي احنا هنعمله. مهم جدا إنك تعمل مونيتورنج للإفكتيفنس أوف فلويد سبلاي او الفلويد اللي انت هتستخدمه. طبعا في اثناء ده بيبقى اثناء المونيتورنج، اثناء المونيتورنج هنلاقي ان الفلويد سبلاي مونيتورنج بيتم عن طريق اليورين اوتبوت، وده يمكن ذكر قبل كده في محاضره الشوك اللي كنا خدناها مع بعض، ان احنا الطبيعي في الانسان ان المفروض اليورين اوتبوت يبقى حوالي 1.5 لتر بير داي. بنشوف اليورين اوتبوت لو لقيناه بدأ يتحسن او بقى نورمال، نقول في هذه الحاله ان فعلا الفلويد سبلاي جاب الهدف منه وان هو فعلا افكتيف. بس بجانب ان احنا هنقيس الالكترولايت والويت تشينج، المفروض دي كلها يحصل فيها امبروفمنت، يبقى اهم حاجه بتبقى انديكيشن عن تحسن نتيجه الفلويد سبلاي اللي هو اليورين اوتبوت. الطبيعي في اليورين اوتبوت في الاطفال اللي هو 1 مللي لكل كيلو جرام لكل اور، وفي الادلت 50 مللي لكل اور ان ادلت. طبعا 50 مللي لكل اور ان ادلت دي ده اللي هو الستاندرد، ولكن طبعا احنا هنقربها لليوم ان المقصود بيها ان ما يقلش اللي هو اليورين اوت بوت عن حوالي 1.2 لتر و2 بير دي. يعني المفروض اليورين التوتال بتاع اليورين بير دي ما يقلش عن 1 لتر و2 عشان نقول والله ان بدا يبقى فيه نوع من الادكويت تشو بيرفيوجن، وان فعلا الفلويد سبلاي كويس، وان حاله الفلويد في البادي جود. في بعض الحالات اللي وانت تيك كير لو كان المريض مصاب بهذه الحالات، ان انت زي ما قلنا هنحاول ناخد اللور رينج، ومي بي ان انت كمان تقلل عند اللور رينج لو كانت في هذه الحالات من اللي هنقول عليها زي ما احنا شايفين في التيبل، لو كان في رينال فيلير او سيروزز، او لو كان في كونجست هارت فيلير اللي هو اسايتس سيروتيك اسايتس، الاهم هو اسايتس او كونجست هارت فيلير بنقلل. فممكن الدكتور لو لاحظ ان البيشنت عنده كونجست هارت فيلير ممكن يقلل كمان شويه الفلويد عن الطبيعي ويقلل الريكويرمنت. وممكن في بعض الحالات نزود، يعني لو كان مثلا حاله جايه حاله دايري قلنا هنحاول ناخد الابر رينج، ممكن بعض الدكاتره يقول لك لا زود كمان لان انا حاسس ان هو عنده لص جامد الفلويد ممكن ازود. في حاله الفيفر او الدايري طبعا اثناء الفيفر بيحصل لص للفلويد از تمبريتشر اللي هو ايفابوريشن، وفي نفس الوقت الدايري بيبقى فيها لص للفلويد، او مثلا لو كان في بلاد لص ودي هيدريش. فبالتالي الامثال اللي قدامنا دي في التيبل سواء ديكريز او انكريز دي المقصود بان انت تلزم اللي هو الايدج اوف ذا رينج، يعني لو كان في انكريز في ريكويرمنت هناخد الرينج العالي اللي هو حوالي 35، ده والديكريز في ريكويرمنت هناخد حوالي 30، مي بي يبقى في يعني تشينج وموديفيكيشن وتنزل كمان بالليفل في حاله الديكريز مي بي في بعض الحالات، ولكن خلينا نقول ان هيبقى الترند عندنا ان احنا ناخد اللور ليميت
في هذه الحالة. لو جينا نبص هنلاقي احنا كده حسبنا ايه دكاترتنا، حسبنا الفلويد ريكويرمنت. طب تاني حاجة المايكرو نيوترنت اللي هو الكومبوننت بقى. قبل ما نحسب الكومبوننت لازم ناخد بعض الكونسبت عن طبيعة المايكرو نيوترنت في الماركت وتركيزاتها ايه وبيبقى موجود على شكل ايه، لانك عشان تبقى فاهم ازاي احسب الكالوري وازاي احتاج من كل نيوترنت كمية قد ايه. فبص لو بصينا في الاول قبل ما اخش على حسابات الكالوري لازم تبقى عارف الكالوري يعني ايه هي الكومبوننت، وكل جزء من الكومبوننت او كل جرام من الكومبوننت هيساوي كام كالوري، اللي على اساسها نبتدي نعمل جو اهيد ونبتدي نحسب الكالوري ريكويرمنت في هذه الحاله. اول ماكرو نيوترنت مرتبط بالكالوري انتيك وبالانرجي هو الكربوهيدرات، وهيبقى مين لي في كل شغل التي بي ان. الكربوهيدرات هيبقى المين فورم او المين سورس بتاعها هو الديكستروز. الاكسبشن الوحيد في حاله الهايبر جلايسيميا وان انت خايف من ان كنترول دايابيتس، انت ممكن تستبدل الديكستروز بجليسرول، يبقى الجليسرول هنا هو السورس اوف انرجي از كربوهيدرات. ولكن الترند ده مش مشهور، يمكن في بريباريشن وحيده اللي هي البروكالامين. البروكالامين ده بريباريشن موجوده في الماركت ريدي ميد، ده بيبقى فيها الجليسرول وبيبقى الجليسرول هنا از سورس اوف انرجي، ده يمكن البريباريشن الوحيده اللي فيها يعني الجليسرول حل محل الديكستروز. غير كده انت مش هتلاقي يعني كبراكتس النقطه دي سيجنيفيكانت، هتلاقي معظم الناس بيستخدموا الديكستروز حتى لو كان قدرا خايف من الدايابيتس بيقلل كميه الديكستروز على قد ما. المهم اللي مهم القاعده اللي ما تنساش ابدا ان 1 جرام من الديكستروز او الجلوكوز بيدينا 3.4 كيلو كالوري، فبالتالي لو عندنا 100 جرام من الديكستروز يبقى احنا عندنا 340 كيلو كالوري. يبقى تاني الواحد جرام من الديكستروز بيساوي عندنا 3.4 كيلو كالوري، فبالتالي لو قلنا مثلا هحتاج 100 جرام من الجلوكوز يبقى في هذه الحالة محتاج هيدينا 340 كيلو كالوري. هنا بالنسبة للجلوكوز في الماركت بيبقى شكله ايه؟ في عندنا بريبريشن 5 و10 و20. ال 5 و10 و20 دي مش اللي بنحضر منها التي بي ان، ديت اللي هي الدايركت انفيوجن. قلنا في امراض اخرى ممكن ان احنا نضيف ايه نعلق البيشنت محلول الجلوكوز على طول، دي بتبقى تركيز من 5 ل 10 ل 20. انما وانت بتحضر التي بي ان وبتحتاج الدكستروز فانت بتاخد من حاجه كونسنتريتد، لانك هتاخد منها كميات وتضيفها على بقيه البريبريشن، فهتلاقي عندنا في تو كونسنتريشن اللي هو كومن لتحضيرات التي بي ان، ال 40% وال 70%. يبقى لما تشوف في الصيدليات تركيز 40 و70% ده مش هتلاقيه اصلا في الصيدليات، هتلاقيه في الاماكن اللي بيتم فيها تحضير التوتال بارنترال نيوتريشن، المستشفيات اللي فيها امكانيه تحضير البارنترال نيوتريشن. انما غير كده اللي انت هتشوف في الماركت 5 و10 و20 لان ده للدايركت انفيوجن في الحالات المرضيه اللي احنا بنتكلم عنها. خلي بالك ان ده لما بنقول العبوات اللي بنحضر منها كميه الديكستروز واللي هنحضرها في البريبريشن بتاع تي بي ان هي تركيز 40 ل 70%، ده يعتبر الكونسنتريتد بوتل اللي هي الستور. انا هاخد منها كميه وبعد كده بخففها بتتحط بقى على بقيه الكومبوننت فبيدينا تركيز جديد. فانا لما بقول ان العبوه تركيزها 40 ل 70% ده مش هيبقى الفاينل كونسنتريشن اوف جلوكوز ان ذا فاينل بريبريشن، ولكن ده اللي هناخد منه الكميه اللي هنحطها على الفاينل بريبريشن. دائما وابدا في التوتال بارنترال نيوتريشن لما تيجي تتعامل مع الاربعه او السبعين مهم جدا موضوع التركيزات، ان انت تبقى عارف ان لما بنقول في تي بي ان 10% فده معناها 10 جرام لكل 100 مللي ووتر. طب بالتالي لو جينا نحسبها لكل لتر هيبقى كانها 100 جرام، فلما نقول تركيز عندنا 10% معناه ان 10 جرام لكل 100 مللي ووتر. فلو قلنا مثلا لو انا عاوز احولها للتر هتقول 10 جرام موجودين في ال 100 مللي، طب اللتر هيبقى فيه كام؟ هيبقى 100 جرام. فكلمة 40% البريبريشن اللي بناخد منها عشان نحضر الجلوكوز في التوتال بارنتر نيوتريشن، ال 40% مقصود بها 40 جرام لكل 100 مللي، وال 70% معناها 70 جرام لكل 100 مللي. طب ايه اللي اختار على اي اساس؟ طبعا لو انت خدت من عبوه مركزه اللي هي ال 70 هنلاقي ان العبوه المركزه بتمكنك ان انت تاخد فلويد اقل. بمعنى ايه؟ لو انا خدت 100 مللي من عبوه 40% جلوكوز واخدت 100 مللي من 70% جلوكوز، ال 100 مللي من ال 40% جلوكوز هيبقى فيهم كام جرام؟ فيهم 40 جرام. انما ال 100 مللي من 70% جلوكوز هيبقى فيهم 70 جرام. فبالتالي لو انا مثلا في بريبريشن سي مثلا مثال فرضي
وان انا عاوز احط 70 جرام في البربريشن. لو انا خدت 70 جرام من العبوه 70% هتلاقي انت خدت 100 مللي بس. طب لو خدتها من ال 40% هتلاقي انت واخد حوالي ما يقرب 175 مللي. طب ايه الفرق؟ ان الكونسنتريتد بوتل لو انت بتحضر منها بتساعدك على عمليه ان انت تقلل الفلويد، فبالتالي تقلل لو كان في مثلا فلويد ريستراكشن وانت محتاج تقلل الفلويد على قد ما تقدر، حاله مثلا اوفر هيدريشن، حاله اديمه، فانت في هذه الحاله الاولى ان انت تحضر من العبوات اللي هي كونسنتريتد اللي هي 70%. انما لو كان الموضوع يعني عادي وما فيهوش مشكله خالص، فانت ممكن تحضر من عبوات ال 40%. ولكن المهم انت تبقى واخد بالك من التحويلات، 10% يساوي 10 جرام لكل 100 مللي في هذه الحاله. فسؤال مثلا بيقول لك ايه الاكسبكتد كالوري من 350 جرام من الدكستروز؟ ايه الاكسبكتد كالوري من 350 جرام من الدكستروز؟ هنلاقي مثلا نقول والله ان عندنا الواحد جرام بيساوي 3.4، يبقى 350 هيساوي قد ايه؟ هتلاقي انت بتضرب 350 في 3.4، الناتج هو كمية الكيلو كالوري اللي تنتج من استخدام 350 جرام من الدكستروز. طب لو دخلنا على الليبيد، هو ساعات بيسموها اي في ليبيد ايمالشن وساعات يسموها اي في فات ايمالشن، ولكن التسميه الافضل والاصح هي الليبيد، لان كلمه الفات هو اشاره الى الاويل. انما لما نيجي نشوف الليبيد ايمالشن هنلاقي ان هو فيه فوسفوليبيد، والهدف منه ان هو يحافظ على الايزوتونيستي والاوزمولاريتي بتاع اللي هو الكونستراكشن بتاع الايمالشن. هنلاقي عندنا جليسرول، وهنلاقي عندنا اويل، وهنلاقي عندنا اللي هو بوتاسيوم هيدروكسيد عشان يحافظ على البي اتش ويخلي البي اتش اللي هو سويتابل ليه. هنلاقي ان احنا في هذه الحاله عندنا حاجه بتساعد تحافظ على البي اتش الكالين، وحاجه بتساعد على اللي هو الكونستراكشن بتاع الايمالشن والهوجينيستي، وعندنا الجليسرول وعندنا الاويل. الاويل هو اللي يطلق عليه كلمه الفات، الاويل هو اللي يطلق عليه كلمه الفات، ولكن في الاصح انت تسميها الليبيد ايمالشن لان كلمه الليبيد تشمل كل البريبريشن، ولكن ده يجوز ده يجوز. فبالتالي لو قلنا اي في ليبيد ايمالشن او اي في فات ايمالشن فهي ممكن. المهم المفروض ان 1 جرام من الاي في فات ايمالشن او ليبيد ايمالشن بتدينا 10 كيلو كالوري لكل جرام، فبالتالي 10 كيلو كالوري لكل جرام. احنا عندنا تركيزات الليبيد في اللي هي الباجز اللي بحضر منها الليبيد واضيفها على التي بي ان. احنا قلنا في الجلوكوز من شويه ان الباجز اللي باخد منها 40 و70، انما تركيزات في الجلوكوز 5 و10 و20، ده الدايركت انفيوجن، ده لو في الامراض الخاصه اللي محتاجه دايركت انفيوجن زي دي هيدريشن اند سو اون، اللي هو تعالى له محلول الجلوكوز دايركت. في الليبيد البوتلز اللي باخد منها اللي بتجيبها المستشفيات اللي تحضر توتال بيرنتال نيوتريشن اللي بيتاخد منها كميات عشان تحضر التي بي ان، هنلاقي عندنا الليبيد 10% و20% و30%. ولكن هنا نتيجه ان الليبيد عباره عن ميكشر ما بين زي ما احنا قلنا اويل، سويا بين اويل او اي حاجه، وجليسرول وفوسفوليبيد، فاختلاف النسب ما بينهم في تركيز ال 10% عن 20% عن 30%، في ال 10% بنخلي الفوسفوليبيد اكتر شويه عشان يحافظ على الهوموجينيستي وما يفصلش الايمالشن مع دكاترتنا، فبيبقى في فرق في الاستراكشر بتاعه شويه عن ال 20% وال 30%. فال 10% ليبيد اللي هي البوتل اللي هي 10% ليبيد بيبقى فيها فوسفوليبيد اكتر. طب هتفرق في ايه؟ ان الجرام الواحد من ال 10% بيدينا 11 كيلو كالوري، دي مهمه قوي. يبقى تاني الليبيد فيه تركيزات من البوتل اللي بنحضر من 10 و20 و30. ال 20 و30 هتلاقي الجرام بيدينا 10 كيلو كالوري. مع دكاترتنا الجرام بيدينا 10 كيلو كالوري. طيب في ال 10% الجرام بيدينا 11 كيلو كالوري، اشمعنى؟ لان الليبيد غير الجلوكوز، الجلوكوز كان جاست جلوكوز، انما الليبيد هو ميكشر من كذا كومبوننت. وفي ال 10% التركيز القليل من الليبيد بنحضره بكميه اكبر من الفوسفوليبيد. فبالتالي لو انا قلت لك مثلا عبوه 10% زي المثال اللي تحت 10% من الليبيد، وخدت منها مثلا 10% معناها ان 10 جرام لكل 100 مللي، وهاخد منها 50 جرام. 50 جرام هاخدها بفوليوم قد ايه الاول؟ ال 50 جرام هناخدهم في فوليوم قد ايه يا دكاترتنا؟ ال 10% معناها 10 جرام لكل 100 مللي. طب انا عاوز اخد 50 جرام يبقى هاخد كام؟ 500 مللي، لما ال 10 موجوده في 100 مللي. طب انا عاوز اخد 50 يبقى هاخد 500 مللي، اوكي يا دكاترتنا؟ يبقى لما اخد 500 مللي من بريبريشن 10% يبقى انا كده خدت ال 50 جرام، اللي هي فكره المص، ال 10 جرام موجودين في 100 مللي. يبقى انا احط يبقى ال 500 مللي هيبقى فيهم كام؟ هتلاقي نفسك بتعمل حركه المقص،
هيطلع ما دام ال10 موجوده في 100 هيبقى ال50 موجوده في 500، يبقى هيبقى ايه 500 مللي جرام، 500 مللي قصدي. طب ال50 جرام دول هيدونا كميه طاقه قد ايه، اللي هي كام كيلو كالوري؟ في حاله ال10% هنقول 50 في 11 يبقى 550 كيلو كالوري. في حاله ال20% وال30% هنلاقيهم ان هم بيدونا 50. يبقى تاني لو خد الواحد جرام من ال10% بريبريشن ب 11 كيلو كالوري، والواحد جرام من 20% بريبريشن ب 10 كيلو كالوري، وفي نفس الكلام في 30% بريبريشن. ال 30% بريبريشن دي ما ينفعش ان هو تتاخد لوحدها، فلازم في بريبريشن اسمها 3 ان 1 3 ان 1 بريبريشن. يعني لما هنيجي نشوف الشكل اللي بيتاخد بيه التوتال برينتر نيوتريشن، لها شكلين رئيسيين، لا اما 3 ان 1 او 2 ان 1. كلمه 2 ان 1 معناها ان يبقى ميكشر جلوكوز مع البروتين مع بعض، والليبت بيتضاف والليبت بيتاخد لوحده بعيد عن الجلوكوز والبروتين. يبقى الجلوكوز مع البروبيني مع البروتين بيتخلطوا مع بعض، ولكن الليبت بيتاخد لوحده وما بيتخلطش عليهم، بيتاخد بيه ممكن ده مثلا في الايد اليمنى ودي في اليد اليسرى and so on. ولكن في حال ال 3 ان 1 معناها ان كل الكومبوننت ليبت ودكستروز وبروتين بيتخلطوا مع بعض. لو انت هتستخدم ال 30% هتعاوز ال 30% ليبت، ال 30% ليبت ما ينفعش يتاخد لوحده، ما ينفعش تقول مثلا ايه 30% بريبريشن من الليبت هعلقها للبيشنت لوحده، لان هيبقى فيها مشكله الاستابيليتي، بتفصل على طول وسريعه جدا. انما ال 30% لو هتستخدمها لازم تبقى على بريبريشن 3 ان 1. يعني انا عاوز احضر بريبريشن الجلوكوز مع الدكستروز لوحده مع البروتين لوحده، ومش هحط عليهم ليبت. لما تيجي تاخد بقى الليبت في هذه الحاله وتعلقه لوحده، ما ينفعش يبقى الليبت تركيز يبقى جايب من العبوه 30%. ليه؟ لانها هتفصل، لان العبوه ال 30% الكومبوننت بتاعتها كاويل وكجليسرول وكفوسفوليبيد لوحدها تفصل. طب الحل ايه؟ لازم عشان ما تفصلش وانت بتعمل ادمنستريشن ان هي تضاف على البروتين، اللي هو في البروتين مع الدكستروز. وليه بقى؟ لان وجود البروتين هو اللي بيعمل ستابيلايزيشن للهوموجينيستي والاستراكشر بتاع الليبيد ال 30%. يبقى الليبيد 30% ما ينفعش يتضاف لوحده، لانك وانت بتعمله ادمنستريشن لوحده هتلاقيه بيفصل. السبب ان الاستراكشر بتاعه اللي هو الاويل مع الجليسرول مع الفوسفوليبيد بالتركيز العالي 30% هنا هيفصل. طب الحل ايه؟ ما ينفعش اديه لوحده، لازم 30% ده يكون بيضاف على عبوه الجلوكوز مع البروتين اللي هي الميكشر من الاثنين، فلازم يتاخد فيما يسمى 3 ان 1. انما ال 20% ممكن تتاخد سواء الليبد لوحده ويبقى 2 ان 1، او الليبد مضاف على الدكستروز والبروتين فيبقى 3 ان 1. ال 10% يمكن ممكن برضه تتاخد لوحدها ويبقى البروتين مع الدكستروز 2 ان 1 والليبد لوحده، او ال 20% او معلش المشهور جدا في البراكتس هو ال 20%. فتلاقي دايما وابدا معظم البريبريشن هتلاقيها بتعتمد على البريبريشن اللي هي 20%. يبقى تاني عندنا ليبيد امالشن 10 كيلو كالوري، ال 10% بس بيدينا كيلو كالوري اكتر نتيجه زياده الفوسفوليبيد. خلي بالك ان معظم البريبريشن 10 و20 30 30 ما ينفعش الليبيد فيها يتاخد لوحده، لازم يضاف على الميكشر بتاع الجلوكوز والبروتين اللي اسمها 3 ان 1 3 ان 1 3 في 1. ال 10 وال 20 دول ممكن يتاخدوا بالاحتمالين سواء 3 في 1 او 2 في 1، ويبقى الليبت لوحده في هذه الحاله. اوكي طيب البروتين، البروتين ما هو الا كريستالاين امينو اسيد. الواحد جرام من البروتين بيدينا 4 كيلو كالوري في هذه الحاله. يبقى الواحد جرام من البروتين 4 كيلو كالوري، يبقى الجرام من الليبت 10 الا اذا كنت مستخدم 10% تركيز هتبقى 11. الجلوكوز 3.4 من 10، البروتين اللي هي الامينو اسيد تعتبر 4 كيلو كالوري. في بعض الاحيان هيستخدم لفظ بروتين، وبعض الاحيان يستخدم كريستالاين امينو اسيد. خلي بالك ان الامينو اسيد المفروض اللي هي بيحصل لها سينثيسيس طبيعي في الجسم، ولكن في اجزاء في انواع من الامينو اسيد ودي هناخدها طبعا لما يجي وقتها في تفاصيل الامينو اسيد. هنلاقي في امينو اسيد لازم يتعمل لها سبلمنت فورم اوتسايد، وفي على حسب الكونديشن. يعني في بعض الامراض في بعض، يعني مثلا الكلى لما تاثر الكلى بتنتج بعض الامينو بعض لها دور في تكوين بعض الامينو اسيد،
ومنها التيروزين، تحويل الفنايل الألانين إلى تيروزين، فبالتالي لو تأثرت الكلى تتأثر الموضوع ده. نفس الكلام في حالة الليفر، في مشاكل الليفر تأثر على بعض أنواع الأمينو أسيد أند سو أون. بعض أثناء الطفولة بيبقى في بعض الأمينو أسيد اللي هي أثناء مرحلة الجروس والنمو في الطفل بتبقى محتاجها أكتر من الأدلت، فده كلها هتأثر معانا على اختيار الأمينو أسيد. برضو أثناء الاسترس في حالة الآي سي يو بيبقى في استهلاك لبعض الأمينو أسيد أكتر من التاني. البربريشن اللي موجودة في الماركت اللي بنحضر منها التي بي إن هي تركيز 3.5 و10 و15. التلاتة ونص قليل جدا ومش هتساعدك على انك فعلا تقدر تحضر جود تي بي ان بريباريشن، اللي هتلاقيه مشهور جدا لاستخدامه في الماركت هو تركيز 10 و15 في هذه الحالة. يبقى تاني، اللي هتلاقيه مشهور جدا في الماركت واللي هتلاقي استخدامه بقوة هو تركيز 10 و15 في هذه الحالة. يعني لو انا قلت هحضر من تركيز 10% امينو اسيد، معناه ان 10% امينو اسيد يبقى 10 جرام موجودين في 100 مللي، و5% امينو اسيد 15 جرام في 100 مللي. اوكي يا دكاترتنا. طيب الجرام من الامينو اسيد بيدينا كام؟ 4 كيلو كالوري. طب خلينا نشوف السؤال ده، بيقول لك what is the expected calories from 100 جرام of amino acids. ال 100 جرام من الامينو اسيد او 100 جرام من البروتين قلنا هيبقوا مرادفين لبعض، او ساعات بتيجي سي اي اي اس اللي هي كريستالين امينو اسيد. ال 100 جرام هيدونا كام كيلو كالوري؟ هيدينا 400 كيلو كالوري. طب ال 100 جرام دول لو انا حبيت، يعني عندي مشكله فلويد اوفر لود وعندي اديمه في البيشنت، طبعا هيبقى اي بي سي وانت بتحضر هتتجه الى انك تاخد من تركيزات ال 15%، لان ال 15% هتمكنك ان انت تحصل على التارجت بكميات قليله من الفلويد. طيب انما ال 10% هتساعد، هتحتار تحتاج فلويد اكتر، فممكن في هذه الحاله لو كان في فلويد اوفرلود تبقى مشكله. يبقى في كلينيكال وايز في اختيار البريبريشن اللي حضر منه، لو البيشنت عادي استخدم ال 10%، البيشنت لا ده في فلويد ريستريكشن وعندنا خايفين من فلويد اوفرلود كونجست هارت فيلير او مشاكل من الحاجات دي، ممكن في هذه الحاله نحضر من التركيزات ال 15%. بعد كده المايكرو نيوترنت، وقلنا المايكرو نيوترنت هنا لازم تفصل ما بينه، لان عندنا هيبقى عندنا حاجه اسمها الكترولايت دي في جانب، وعندنا المالتي فيتامينز والتريس المنت في جانب. تريس المنت اللي هي زي الكوبر، زي الزنك، زي الكوبالت، زي بعض البريبريشن بتضيف ايرون نطاق بسيط، والمعظم بيستبعد الايرون تماما دلوقتي، او الفيتامين سواء عندنا الليبيد سوربل فيتامين او ووتر سوربل فيتامين مع دكاترتنا. التريس اليمنت او الفيتامينز دي مش مشكله خالص ولا في اي تعب في حساباتهم، لان هم جاست تو اد ذا ديلي ريكويرمنت اللي قلناها قبل كده، ان احنا عاوزين نضيف الكميه اللي تساعدنا ان انا اوصل للتحافظ على الفانكشن بتاع الاورجنز، انما ما فيهاش حسابات. فانت هتلاقي عندك بريباريشن جاهزه، هتلاقي في كل الاحيان يقول لك ايه، هتلاقي في بوتل زي امبوله صغيره كده فيها 5 مللي، يقول لك فضي ال 5 مللي بالسرنجه وحطها فيه الباج اللي بتحضر فيها التي بي ان. ال 5 مللي من التريس المنت هي مجمعه كل التريس المنت موفراهم، بحيث انت جاست تو اد، يبقى انت كده وفرت التريس المنت. طب هل معنى واحد يقول لك ده مش مهمين، طب انا ما اضيفهمش؟ لو انت ما عملتش الاديشن ممكن تظهر مشاكل نقص التريس المنت، وكتير من انواع الانيميا بيبقى فيها علاقه مع التريس المنت. كده دكاترتنا. نفس الكلام في الفيتامين، الفيتامين برده مش مشكله، هتلاقي عندك بوتل للليبيد سولبل وبوتل للووتر سولبل، انت دورك ان انت تقوم جاي فاتحهم وتقوم جاي ضايفهم على المحلول. ولكن خلي بالك ان الفيتامين وخاصه الليبيد سولبل اللي هو فيتامين ايه كمان بالاخص، وفي برضه الووتر سولبل اللي هو فيتامين سي، اللي هم اللي بيحددوا فيتامين سي بالاخص، سوري مش فيتامين، فيتامين سي بالاخص. فيتامين سي هو الانتي اوكسيدنت، ولكن هو الاقل استابيليتي، انه بيحصل له اكسديشن بسهوله. ففيتامين سي بيتاكسد بسرعه، فلما بيتاكسد بيفقد دوره، فممكن تحصل مشاكل نقص فيتامين سي. فبالتالي الليبيد دايما، سوري الفيتامين اخر حاجه بتضاف على المحلول، يبقى دايما وابدا يقول لك ايه، ده سؤال مشهور، ايه اخر حاجه بتضاف في تحضير التي بي ان؟ قول له الفيتامين. ليه؟ قول له نتيجه الاستابيليتي كاكسده، الفيتامينز ممكن تتاكسد، فبالتالي وخاصه فيتامين سي، فده طبعا بنضيفه في الاخر خالص جاست بيفور ادمنستريشن، تضيفه وبعد كده تعمل ادمنستريشن. اوكي دكاترتنا، لان غير كده ممكن يحصل اكسده، وقلنا ده اللي بيحدد الاكسبايري ديت. ففيتامين سي حساس جدا،
وبالتالي تكير ان هو بيتضاف في الاخر خالص. ولكن اللي انا عاوز اقوله ان مفيش مشكله في الحساب ده، جاست تو اوبن ذا بوتل اند تو اد، ولكن مالتي فيتامينز بيبقى اخر حاجه خالص في الاديشن للبريبريشن نتيجه مشكله الاكسده اللي ممكن تحصل لفيتامين سي. طب بالنسبه للالكترولايت، هنا الالكترولايت احنا عندنا تقريبا حوالي 8 انواع من الالكترولايت اللي همر عليهم طبعا، اللي هو البوتاسيوم، صوديوم، كلورايد، الاسيد، كلورايد، صوديوم، بوتاسيوم، كالسيوم، وفوسفورس، وصوديوم، بوتاسيوم، كالسيوم، فوسفورس، مغنيسيوم، يعني هم حوالي 8 اعتقد، ممكن يكون في حاجتين كمان انا نسيهم. الفكره المهم انت بيجي لك الاوردر بيبقى فيه من كل، بيبقى بتبقى بوتلز صغننه لكل الكترولايت، وبيبقى فيها وفقا لتركيز الالكترولايت انت بتعمل الفوليوم ريكوير تو اد. يعني يقول لك مثلا والله ايه، هتلاقي كل الالكترولايت يقول لك والله احنا بنضيف مثلا من 50 ل 80 مع دكاترتنا، من 50 ل 80. طب انت بص لي البوتل اللي عندك وتشوف هتضيف كام فوليوم اللي يعادل من 50 ل 80. طبعا في كل الالكترولايت هتلاقي رينج، نفس الكلام يعني في البوتاسيوم مثلا هتلاقي عندنا رينج، لو كان عندنا هايبوكاليميا هناخد هنميل الى الرينج العالي، ولو كان عندنا هايبر كاليميا هنميل الى الرينج الاقل او اللور رينج. نفس الكلام في الصوديوم، لو كان عندنا هايبونايتريميا هنميل الى الرينج العالي من الصوديوم، لان هنبقى عاوزين نعوض الديكريس في الصوديوم ليفل. لو كان عندنا هايبر نايتريميا هنبقى نحاول نستخدم الرينج القليل. ولكن اللي انا عاوز اقوله لك ان ما بتبقاش مشكله حسابات خالص برضو، انت كل فكره انت عندك مثلا من 50 ل 150 هتقول والله مش انت حالته ايه، الحاله ستابلايزد ناخد النص، طب لا ده في هايبر كاليميا ناخد الرينج العالي، لو لا ده في هايبر كاليميا ناخد ايه الرينج القليل. وجاست ان انت بتحولها لفوليوم، بتشوف التركيز اللي انت عاوز تجيبه والله، انما التركيز في البوتل كذا، طب انا عاوز اخد كميه تعادل قد ايه، ودي هنمر عليها مع بعض في هذه الحاله لما اجي اعمل بريباريشن واشوف الوضع شكله ايه. اوكي يا دكاترتنا، يبقى الالكترولايت بنحضر كل الالكترولايت من البوتل بتاعه، ولكن الفكرة كلها انت بتشوف الكمية اللي انت عاوزها وبتشوف الفوليوم من البوتل اللي يساعدك على الحصول على الكمية، هل هتاخد 5 مللي، هتاخد 7 مللي، هتاخد 8 مللي، يعني كلها بتبقى ايه في كذا مللي قليل جدا. طبعا في الاخر الالكترولايت نفسه كاضافة كفلويد للتوتال بريبريشن برضه يتحسب، نشوف في الاخر احنا خدنا كام مللي من الالكترولايت وكم مللي من التريس اليمنت وكم مللي من الفيتامين، لان في الاخر لما تيجي تعمل ادجستمنت الفاينل فلويد في البريبريشن لازم الفوليوم اللي اتاخد في الالكترولايت او التريس اليمنت او المالتي فيتامين كل ده يتخصم في هذه الحد. طبعا لما نيجي ندي الالكترولايت هيبقى في هنا الكونسيبت بتاع نسبه الكلورايد للاسيتيت، السولت نوع ايه في الكالسيوم والفوسفيت، ده كلها هنمر عليها في هذه الحد. يبقى الالكترولايت مهمه عشان فيسيولوجيك فانكشن في البادي، وفقا للنوع الالكترولايت كل الالكترولايت بيجي من بوتل خاصه بيه، وكل بوتل بيبقى عليه تركيز معين بتختلف من بعض البريبريشن للتانيه. باخد الفوليوم اللي يعادل الكميه اللي انا عاوز، يعني مثلا جه قال لك في 5 مللي ايكويفالنس لكل مللي، طب انا عاوز اخد 50 يبقى اخد 10 مللي، ممكن ايه البوتل اخد منها 10 مللي، ال 10 مللي دول بضيفهم يبقى انا كده ضفت الايه الكميه مثلا بتاع الصوديوم، ونفس الشيء لبقيه الالكترولايت. اوكي يا دكاترتنا، انما الفيتامين والتريس اليمنت بتبقى بوتل جاهزه جاست اوبن اند اد دايركتلي، ده الهدف منها للديلي ريكويرمنت. طيب انت دلوقتي عرفتنا من شويه ان المايكرو نيوترنت اللي هي مرتبطه بالانرجي كل واحد فيهم في انرجي قد ايه، نبتدي بقى نخش على حسابات الكالوري. يبقى انا حسبت الفلويد ريكويرمنت وقلنا عندنا هوليدي سيجر ده اشهر حاجه هنعتمد عليه. لما اجي احسب الكالوري ريكويرمنت اول حاجه ان انا بحسب التوتال كالوري ريكويرمنت، يبقى اول حاجه ديترماين توتال كالوري ريكويرمنت، اشوف التوتال كالوري ريكويرمنت واشوف الطرق اللي بتستخدم في هذه الحاله. تاني حاجه احسب الريكويرمنت من البروتين في البربريشن والكالوري اللي هتمثله البروتين. عرفت التوتال كالوري سي مثلا طلع 2.5 2500 كيلو كالوري، وحسبت البروتين هيبقى مثلا طلع مثلا 500، هيبقى باقي عندنا 2000. الجزء اللي باقي بعد ما بطلع البروتين ببتدي احسب بقسمها ازاي، اقول ده باقي عندنا 2000 كيلو كالوري هيتحسب ازاي، بحسب الاول كميه الليبيد والباقي بعتبره جلوكوز. يبقى تاني فلما اجي احسب الكالوري بحسب الاول التوتال كالوري اللي انا محتاجه، وبعد كده احسب كميه البروتين اللي انا محتاجها، اطرح الاثنين من بعض هيبقى ادينا الكالوري اللي هي متوقعه من الليبيد والكربوهيدرات. احسب الليبيد الاول وبعد ما احسب الليبيد الباقي بيبقى الكربوهيدرات.
هنا خلي بالك ان في تو ميجور ترند في الميديكال انستيتيوت. في ترند اللي هو بعد ما بيحسب الكالوري من البروتين، ودي خاصة في حالات الاي سي يو لما يبقى مهتمين قوي بالاي سي يو والبرينتر نوتريشن في الاي سي يو، يقول لك ايه البروتين كالوري، ويبتدي يقول لك والباقي اسمه نون بروتين كالوري. وفي حالة النون بروتين كالوري ده يقول لك ايه نسبة، مشهورين بنسبتين معروفين جدا، ل 70 30 او 60 40، وده هم المشهورة 70 30. يعني يقول لك ايه احسب الاول، يعني نقول مثال زي اللي كنا بنقوله ال 2500 مثلا توتال كيلو كالوري، قلنا حسبنا البروتين سي طلع مثلا 500 كالوري كيلو كالوري، فبالتالي اصبح في عندنا 2000. ال 2000 دول يقول لك ممكن احد الطرق يقول لك ايه نون بروتين كالوري، يسمي ال 2000 الباقيين نون بروتين كالوري، ويقول لك الليبيد يبقى 30% والجلوكوز 70، او الليبيد 40 والجلوكوز 60. الترند الاغلب والمشهور ان 70 30، الترند الاغلب والمشهور يقول لك يبقى 70 30. يعني لو بقى عندك 2000 هيبقى 600 منهم ليبيد و1400 منين؟ من الجلوكوز. ده احد الترند اللي هو يسميها بروتين كالوري ونون بروتين كالوري، ودي هنشوفها في بعض الاوردرز حالا. انما في ترند وده الاغلب ان هو بعد ما بيحسب البروتين بيبتدي يحسب الليبت، وبيقول ان الليبت في هذه الحاله لا بيبقى نسبته في التوتال بريبريشن كانرجي من 20 ل 30%. 30% ده الماكسيمم، ويعني لو ممكن كمان تخش 32 33% ده يعني الماكسيمم. انما الطبيعي ان الليبت ما بنكتروش في البريبريشن، وبيبقى من 20 ل 25%. يبقى الليبت كانرجي بيمثل في التوتال بريبريشن، وهنا المقصود بقى اللي شامله البروتين في حساباتها. يعني هنا لما اجي اقول الطريقتين، طريقه بروتين كالوري ونون بروتين كالوري، واتعامل مع الليبت كانه واحد من نون بروتين كالوري، بقول له يا اما 30% هو او 40% والباقي بيبقى جلوكوز. او طريقه تانية خالص ما تقولش كلمه نون بروتين كالوري، واعتبر ان البريبريشن على بعضها، ولا تقول بروتين كالوري ده، تقول والله ان التوتال كالوري 2500، البروتين بيمثل 500، ال 2000 اللي بعد كده الليبت يمثل 20% من التوتال بريبريشن، فاقول والله ان الليبت مثلا 20% من ال 2500، الليبت 20% من التوتال، اقول والله، او الليبت 25% من التوتال، واحسب الليبت، وبعد كده الريميننج هيبقى الكربوهيدرات. يبقى الاثنين هو طريقه التسميه، ممكن تقول بروتين كالوري نون بروتين كالوري، وممكن تقول كالوري فروم امينو اسيد، كالوري فروم ليبت، والريميننج كالوري بيبقى من الكربوهيدرات. لو قلت الامينو اسيد بتدينا كالوري فروم امينو اسيد 500، كالوري فروم ليبت بيبقى من 20 ل 25%. قلنا الماكسيمم رينج ده لو انا حاله دايبيتس ومش عاوز وعاوز اجي على حساب الجلوكوز والدكسترول شويه، ممكن اوصل ل 30% ليبت، او ممكن اقل كمان او ازيد كمان، ممكن 30 31 32 في الرينج ده، بس ما بعلاش قوي عشان لان الليبيد العالي قوي ممكن يعمل هايبر ليبيديميا ويأشهرها ترايجلسرايديميا، ودي طبعا مشكله كبيره ممكن تبقى ويحصل فاتي ليفر اند سو اون. اوكي، وفي الاخر خالص بحسب مين اللي باقي بقى كانرجي، هو بيبقى الديكستروز برضو. بعد كده اقوم جاي ضايف الالكترولايت والفيتامين والتريس ال. الالكترولايت والفيتامين والتريس المنت ما لهمش علاقه بالكالوري، فكلمه عشان كده بيطلق عليهم مايكرو نيوترون، ما لهمش علاقه بحسابات الكالوري خالص، هما جاست تو يعني سبورت ديلي ريكويرمنت. انما اللي لهم علاقه بالكالوري بروتين ديكستروز والليبت. في هذه الحاله الليبت في اغلب الاحيان عشان تعرف ان شغلك صح، هنلاقي ان انت كميه الليبت اللي بتضاف للبريبريشن من 50 الى 100 جرام بير دي عشان تعرف ان شغلك صح. طبعا الحاجات لما بيديك رينج اللي هو 50 ل 100 جرام، مش معنى كده تقول والله انا هحط 50 او احط 100، لا، انت لما تعمل حساباتك وتبص للارقام اللي طالعه هتلاقي فعلا ان كميه الليبت في معظم البريبريشن ما بين 50 ل 100، عشان ما حدش مثلا هو بيعمل بريبريشن يلاقي نفسه مطلع هنحط 500 جرام من الليبت. 500 جرام من الليبت ده ازاي؟ ده استحاله، لان 500 جرام من الليبت وكل جرام بيدينا 10، يعني 5000 كيلو كالوري. طبعا مفيش حد هيبقى محتاج 5000 كيلو كالوري، طبعا الكلام ده خطا فادح وبيسموه فيتا مستي. طب نمسك اول حاجه ازاي احسب التوتال كالوري ريكويرمنت او التوتال كالوريك ريكويرمنت. في طريقتين، في طريقه وليها سمبليفايد خالص، يقول لك والله استخدم وفقا للاكشوال بادي ويت اللي هو القاعده بتقول 25 ل 35 كيلو كالوري بالكيلو جرام بير دي، اللي الديلي ريكويرمنت ككالوري هيساوي 25 ل 35 كيلو كالوري كيلو كالوري بكل كيلو جرام ديلي. فبالتالي لو عندنا واحد وزنه وقلنا 25 35 دي بتعتمد برضه ان هي 3 جريد، 25 لو كان مايلد ستريس نورمال او مايلد ستريس،
30 مودريت ستريس و35 سيفير ستريس. المودريت ستريس هنشوفها في السلايد اللي بعدها اللي هي بتشمل مثلا كرونيك إلنس اند سو اون. السيفير ستريس اللي هي ممكن تبقى حالات الاي سي يو، حالات ال ميجور سيرجري، ريسنت تروما، لسه عامل حادثه كبيره وجسمه مكسر وفي بليدنج، دي كلها سيفير ستريس. يبقى نديله الكالوري هنا 35 يبقى في عنده هايبر كاتابوليزم. المودريت ستريس دي السريتيف كولايتس وروماتويد ارثرايتس، بعض انواع الكانسرز، كانسر اللي بتبقى كرونيك ستيت دي بنقول عليها مودريت ستريس. وعندنا النورمال او المايلد ستريس اللي هو الحاله الطبيعيه بياخد 25. فلو مايلد او نورمال ياخد 25 كيلو كالوري بالدي. يعني لو واحد وزنه 70 وحالته طبيعيه ويعني هو مش اندر ستريس وهي نورمال، ولكن دي كونديشن معينه محتاج ان احنا نديله تي بي ان، في هذه الحاله هم 25 في ال 70. لا لقيت البيشنت عنده مثلا حاجه بتدل على ان في مودريت ستريس زي ايريتابل باولز، ايريتابل باولز باول سندروم زي الكرونز ديزيز او روماتويد ارثرايتس مؤثره جامد على الجسم، في هذه الحاله نقول والله هدي 30. لا لقيت ان انا عندنا سيفير ستريس وان الحاله يعني ميجر سيرجري او حاله جديده، بقول في هذه الحاله انا بدي 35 لكل كيلوجرام. طبعا في هذه الحاله دي احد اسهل الطرق، ودي غالبا انا هنعتمد عليها في الامتحانات مع بعض للتوضيح والتسهيل. ولكن في طريقه تانية بقى اللي هي هاريس بندكت ايكويشن، دي مشهوره برضو، ولكن يعني خلينا نعتمد على الطريقه الاولانيه كايكويشن. ولكن الطريقه بتاع هاريس بندكت ده مشهوره وبعض كتير من الميديكال انستيتيوت بتعتمد. طريقه هاريس بندكت بيقول ان انا عشان احسب التوتال كالوري ريكويرمنت هحسب حاجه اسمها توتال انرجي اكسبندنشر. كلمه اكسبندنشر اللي هو استهلاك او مستهلك الطاقه الاجمالي. فبيقول لك عاوز لان مستهلك الطاقه الاجمالي بالنسبه له هو المفروض الكالوري اللي انت لازم توفره، ما الكالوري هي نفسها انرجي، يبقى توتال انرجي اكسبندنشر هي بالنسبه له اللي هو التوتال كالوري ريكويرمنت. فقال لك عشان تحسبها لازم تحسب حاجه اسمها البيزل انرجي اكسبندنشر اللي هو مستهلك الطاقه الرئيسي اللي هو بدون اي اكتيفيتي. يعني لو واحد نايم على السرير، ايه هل واحد نايم على السرير ما بيعملش اي اكتيفيتي، هل في طاقه محتاجها؟ هتقولي ده ما بيعملش اي اكتيفيتي، هقول لك لا محتاج طاقه لان الاورجان فانكشن محتاجه انرجي. يعني الهارت اكتيفيتي، الليفر اكتيفيتي، الكيدني اكتيفيتي، الجي اي تي اكتيفيتي، كل فانكشن شغاله معايا دكاترتنا محتاجه اكتيفيتي. اوكي دكاترتنا، يبقى الفسيولوجيك فانكشن اوف ذا اورجانز محتاجه اكتيفيتي، محتاجه انرجي. الانرجي اللي بتحتاجها دي اسمها البيزل انرجي اكسبندنشر. بعد كده لو هو بقى بدا يتحرك والكلام ده كله بيبتدي ياخد فاكتورز في هذه الحاله. يبقى تاني هاريس بندكت قال لك انت عاوز تحسب التوتال كالوري ريكويرمنت، هي نفسها بالنسبه لي حاجه اسمها توتال انرجي اكسبندنشر. طب التوتال انرجي اكسبندنشر بنحسبها ازاي؟ قال لك احسب لي البيزل انرجي اكسبندنشر وبعد كده اضربها في الفاكتورز اللي هقول لك عليه. طب نبدا خطوه خطوه، احسب لي البيزل انرجي اكسبندنشر اللي هي مستهلك الطاقه اللي هو لو نايم على السرير وما بيعملش اي حاجه، اللي هي الفسيولوجيك اللي هي انرجي ريكوايرد للفسيولوجيك فانكشن اوف ذا اورجانز، اللي هي انرجي ريكوايرد فور فسيولوجيك فانكشن اوف ذا اورجانز. ايه اللي بنعمله في هذه الحاله؟ هو حط ايكويشن، الايكويشن حط ايكويشن للميل وايكويشن للفيميل. طبعا الايكويشن في حاله الميل بتبقى اكبر شويه لان البودي بيلدينج في حاله الميل هتبقى اكبر، فبالتالي البيزا انرجي اكسبندنشر هيبقى اعلى في الميل عن الفيميل. الايكويشن زي ما احنا شايفين فيها ارقام فاكتورز اللي هي 66 67 100 اند سو اون. الارقام دي جابها من الاحصاء، يعني بعد ما عمل اللارج سكيل ستاتستيكال داتا على الاف من البيبل بدا ياخدها ويدخلها على برنامج احصائي ويجمع الداتا، طلع في الاخر الارقام الثوابت اللي احنا شايفينها عليه. فبالتالي 66 ال 13 وكسر 5 76 او الارقام اللي هي في الفيميل دي كلها ارقام ناتجه من الاحصاء. ولكن اللي بيعتمد عليها البيزل انرجي اكسبندنشر هنلاقي بيعتمد على الويت بالكيلوجرام وعلى الهايت بالسنتيمتر وعلى الايدج. الويت والهايت كل ما زاد وكل ما فيه البيزل انرجي اكسبندنشر اعلى، الايدج كل ما زاد كل ما قل البيزل انرجي اكسبندنشر، بس ده فوق الادلت. يعني الايكويشن دي فوق من اول الادلت، كل ما زاد الايدج كل ما ايه يقل كميه الاكسبندنشر. طبعا مرحله النمو لما بتقف عند سن العشرينات مثلا او في اول العشرينات بيبقى في هذه الحاله خلاص انت بيعتبر فاكتور هنا السن عنصر
مش بيزود، بل بينقص بنسبة بسيطة في هذه الحالة. المهم، طب انت حسبت البيزل انرجي اكسبندنشر، بعد ما تحسبها عاوز بقى احسب التوتال انرجي اكسبندنشر اللي هي تعادل التوتال كالوري ريكويرمنت. احسبها ازاي؟ هقول التوتال انرجي اكسبندنشر اللي هي تعادل التوتال كالوري ريكويرمنت هتساوي في هذه الحالة البيزل انرجي اكسبندنشر في حاجة اسمها الاستريس فاكتور والاكتيفيتي فاكتور. يبقى هتضرب البي اي في الاستريس فاكتور والاكتيفيتي فاكتور. طب ايه هي، نمسك واحدة واحدة، احنا عاوزين نعرف ايه هو الاستريس فاكتور وايه هي الاكتيفيتي فاكتور في هذه الحالة. الاكتيفيتي فاكتور نبدأ بها الأول، لو كان بيد ريست بنضرب في 1.2، لو كان امبيولاتوري، كلمة امبيولاتوري يعني بيروح المستشفى ويرجع ويكشف ويتحرك، يبقى 1.3. طب لو كان عنده فيفر، لكل زيادة في درجة الحرارة في 10% في الاكتيفيتي فاكتور، لكل زيادة في درجة الحرارة في 10% في الاكتيفيتي فاكتور. فأنت قدامك طريقتين، لما تقول زيادة 10% أو انك تاخد القيمه وتضربه في 1.3. طب لو زاد درجتين، يبقى هضرب القيمه الاولانيه في 1.3 وبعد كده القيمه اللي طالعه اضربها في 1.3. يبقى تاني يا دكاترتنا، انا حسبت البي اي وعاوز احسب الاكتيفيتي فاكتور. قال لك الاكتيفيتي فاكتور ان هو الراجل بيد ريست وعنده مثلا وعنده زياده في درجه الحراره درجه. فانا هقول والله الاكتيفيتي فاكتور بتاع مثلا سي طلعت مثلا سي مثال فردي 800 وهو عنده بيد ريست، هضربه في 1.2 ولكن في زياده في درجه الحراره درجه، فهو جاي ضارب كمان في 1.13. يبقى انت تفتكر ان كل زياده في درجه الحراره بمقدار واحد بتزود الاكتيفيتي فاكتور بمقدار 10%. طب لو كان درجتين هعمل ايه؟ هقول 800 في 1.2 ده بتاع البيد ريست، في 1.13 ادي اول درجه حراره، في 1.13 ادي تاني درجه حراره بضربها في درجه حراره كده دكاترتنا. يبقى كل درجه حراره بتزود لي الليله حوالي 10%. طب هل بس الاستريس فاكتور الاكتيفيتي فاكتور؟ لا، كمان بتحسب حاجه اسمها الاستريس فاكتور. الاستريس فاكتور اللي هي بتقول لو هي مايلد او نورمال او مودريت او كرونيك. تاني متاسف، اللي هي مايلد او نورمال او مودريت او سيفير، والحاله الاخيره حاله البيرن، ان ده يعتبر لو اعلى من 20% من البيرن. لو كانت الحاله مايلد او نورمال يبقى الاستريس فاكتور هنا تقريبا بيقرب من واحد، لو كانت نورمال بيبقى واحد. طب لو كان مايلد، مايلد اللي هي زي ايه؟ لسه بعد الانتهاء من العمليه، يعني عمل عمليه وطالع منها ورائع مثلا ايه، والحاله مستقره والعمليه انتهت، ولكن محتاج ان احنا نعلق له تي بي ان، فبنقول والله الكالوري اللي هيحتاجه بنعمل فيه فاكتور الاستريس فاكتور، نقول مايلد ستريس فاكتور، ان العمليه ناجحه والحاله مستقره والعمليه ايه مش مشكله خالص. المودريت ستريس فاكتور اللي هو قلنا عليها الكرونيك إلنس، اللي هو لو في كانسرز، ريتابل باول سيندروم، روماتويد ارثرايتس، كرونيك لانج ديزيز، اللي هي سيستيك فايبروزز، دي كلها من الحاجات ان عامله مودريت ستريس. فبالتالي بعد ما تحسب البي اي اي اللي هي البيزل انرجي اكسبندنشر وتحسب الاكتيفيتي فاكتور، يعني سي لو كان بيد ريست هتقول والله يبقى هضرب في 1.2. طب لو كان في نفس الوقت عنده ريتابل باول سيندروم يبقى هضرب كمان في 1.5، يبقى هناخد بيقول لك من 1.35 ل 1.5، ايه يعني عشان تبقى فاهم، يعني بناخد الرينج يعني وفقا للحاله، سي ان انت هتثبتها على 1.5 في هذه 1.35 قصدي في هذه الحاله. فبالتالي لو عندي واحد عنده اريتابل باول سندروم وعاوز احسب التوتال انرجي ريكويرمنت اللي هو محتاجها، هقول في هذه الحاله هقول ان انا هقول احسب البي اي اي، وبعد ما احسب البي اي اي هقول ان انا ادخل هضرب في 1.2 عشان هو بيدرست، وهضرب في 1.35% عشان الريتابل باول سيندروم، مسموح لك من 1.35 ل 1.5. طب لو كانت الحاله سيفير ستريس، في هذه الحاله زي الاكيوت النس، سيفير انفكشن، سيبسز، تروما، او فنتلي او مشكله في الفنتليشن، في هذه الحاله يعني في ضيق تنفس شديد، نقول والله ان انا استخدم من 1.5 الى 1.8. فبالتالي لو عندي مثلا يعني بيبقى المتوسط 1.6، المتوسط في اغلب هذه الحالات 1.6، يعني مثلا عندنا سيبسز 1.6، سيفير تروما حادثه كبيره 1.6، اكيوت ايرنس اللي زي مثلا كورونا والحاجات اللي احنا في القلق بتاعها ده هيبقى 1.6، سيفير انفكشن هيبقى 1.6. اوكي دكاترتنا، يعني لو جت مثلا حاله كورونا والحاله اكيوت، عاوز تحسب اللي عاوز تركب له تي بي ان، هنقول والله البيزل انرجي اكسبندنشر وفقا للايكويشن، وهو بيد ريست يبقى هضرب في 1.2، وهو التروما تعتبر سيفير ستريس هضرب في 1.6.
الحالة الأخيرة بقى لو كانت حالة بيرن، وفي حالة البيرن بيبقى فيه لص للفلويد ولص ليه كتير، بيحصل نكروز كتير من التشو، ودرجة الحرارة عالية من البيرن بتعمل سيفير كاتابوليزم. ففي هذه الحالة البيرن بياخد من 1.5 لـ2، لو كانت أعلى من 20 لغاية الـ40 بندي 1.6، لو كان أعلى من الـ40 بدي الـ2. يبقى تاني أعلى من 20 لغاية 40% بندي 1.6، لو كان أعلى من 40% بدي 2 في هذه الحالة. يبقى مثلا لو عندنا سؤال يقول calculate the calories requirement for inpatient hospital، يبقى كلمة inpatient اللي هو المقصود بيها bed rest في هذه الحالة، أو ممكن أكتبها لك حتى bed rest. وهو عنده، هو ميل عنده 45 سنة وطوله 170 ووزنه 70 كيلو جرام. يبقى كلمة ميل و45 سنة و170 سنتي و70 كيلو جرام دي هتساعدنا ان انا احسب البيزل انرجي اكسبندنشر من الايكويشن دي مع دكاترتنا الايكويشن دي. بعد ما بحسب البيزل انرجي اكسبندنشر هضرب في الاكتيفيتي فاكتور والستريس فاكتور. الاكتيفيتي فاكتور ما دام هو امبيشنت هوسبيتالايزد 1.2 لان جبناها من السلايد دي اللي هو بيدرس. ولو تاني حاجه هو عنده اريتابل باول سندروم وكاتب جنبها مودريت ستريس اريتابل باول سندروم، يعني هضرب في 1.35%. ممكن واحد تاني يقول والله انا محتاج ادي من 1.5، خلينا بناخد ايه اللور رينج، هنا هناخد حوالي متوسط 1.6، هنا 1.35% في هذه الحاله. اوكي يا دكاترتنا. طب لو انا حبيت قلت لي لا انا مش عاوز احسبها بهارس بندكت ايكويشن وعاوز احسبها بالطريقه التانيه اللي احنا قلنا حتى هنعتمد عليها في حساباتنا لتسهيل العمليه، هتقول والله ان انت قايل ان الاريتابل باول سندروم ده مودريت وهو وزنه 70 زي المسألة، هنقول 30 في 70. يبقى المسألة زي ما انت بتقول في المسألة في السؤال هنا ان هو وزنه 70 وهو مودريت وفقا للستايل الاولاني او الترند الاولاني ان 70 في 30 يبقى 2000 ونص. فبالتالي لو انت اعتمدت على طريقة الاكشوال بودي ويت ميثود هتلاقي ان انت تقول 2100 30 في 70. لو اعتمدت على هاريس بندكت ايكويشن هتحسب الاول بي اي اللي هو البيزل انرجي اكسبندنشر، تضرب في الاكتيفيتي فاكتور 1.2، تضرب في الستريس فاكتور اللي هو مودريت ستريس 1.35%، وتقدر في هذه الحاله ان انت تقدر تحسب التوتال كالوري ريكوايرمنت. اوكي يا دكاترتنا. طيب يبقى انا خلينا في المثال ان احنا عندنا بيشنت عنده 70 كيلو جرام وفقا للاعتماد على النظريه الاولى، يبقى احنا محتاجين 2100 كيلو كالوري. يبقى احنا محتاجين كام يا دكاترتنا؟ 2100 كيلو كالوري. طيب بعد ما حسبت التوتال كالوري ريكويرمنت ابتدي احسب حاجه اسمها الكالوري فروم امينو اسيد او البروتين. دايما وابدا ان الجرام من ان انا احتياجي للبروتين بيبقى من 8 ل 2 جرام لكل كيلو جرام بردي. الاحتياج اليومي من البروتين او الامينو اسيد 8 ل 2 ل 2 جرام، من 8 ل 2 جرام لكل كيلو جرام بردي. طب الترند ايه؟ لو انت هتاخد مينتيننس في الحاله مستقره مايلد او نورمال ستريس بيبقى بناخد اتجاه نو ستريس، ده نورمال كيس او مايلد ستريس بناخد اتجاه ان هو يبقى واحد. لو مودريت ستريس زي حاله الاريتابل باول سندروم باخد ان اقول والله ان البروتين اللي انا محتاجه 1 جرام لكل كيلو جرام بير دي. لو كانت الحاله سيفير زي حالات الكورونا بقول ان انا محتاج 2 جرام لكل كيلو جرام بير دي، لان حاله سيفير اللي هي اندر ستريس بيبقى فيها سيفير هايبر كاتابوليزم، ودي معظم حالات الاي سي يو في هذه الحاله. لو كان في كيدني ديسفانكشن فانا بخاف ان يحصل اكيوميليشن لبعض انواع الامينو، لان في بعض الامينو اسيد مش على هيئه بروتينز كبيره، انت هنا بتدي امينو اسيد، فبعض الامينو اسيد بتطلع في اليورين، فلما بدا يحصل كيدني ديسفانكشن ممكن يبتدي يحصل ان العمليه الاكسكريشن للاند ميتابولايت بتاع الامينو اسيد اللي هو اليوريا بيكون قليل، فممكن في هذه الحاله نخاف من مشاكل اكيوميليشن للامينو اسيد. ففي بعض حالات الكيدني ديسفانكشن نخاف ان الاكسكريشن لبعض انواع الامينو اسيد يقل، او ان كميه الامونيا اليوريا اللي بتتكون من الامينو اسيد تزيد، فبالتالي بنحاول ونخاف ان طبعا ان المفروض الامينو اسيد تحول اليوريا وتحصل له اكسكريشن باي كيدني، فنخاف ان لو حصل اكيوميليشن من اليوريا تضر بالجسم لانها توصل للبرين ممكن تعمل غيبوبه والكلام ده كله، فبيقول لك نقلل البروتين شويه. من الحاجات اللي هتلاقيها رئيسيه قوي في حالات الاي سي يو ان احنا ندي بروتينز بكميه عاليه عشان موضوع الهايبر كاتابوليزم في هذه الحاله.
طب لو كان البيشنت ماشي على دايلسيز، في حالة الدايلسيز هنلاقي ان الدايلسيز اللي هو الغسيل الكلوي او الغسيل الصناعي ممكن بعض انواع الامينو اسيد بتطلع في الدايلسيز، فبالتالي لو كان البيشنت بيعمل غسيل كلى وهو محتاج ان احنا على الاقل تي بي ان، ما دام هو بيعمل غسيل كلى هتزود البروتين، لان في جزء من البروتينز او الامينو اسيد بيطلع في جهاز الغسيل الكلوي. يبقى تاني لو حالة عادية جدا وما فيش ستريس او مايلد هديله واحد، لو كان الحالة مودريت عرفتها منين؟ اللي قالك عنده مودريت ستريس او قالك مثلا حاجة بتدل على مودريت ستريس، اريتال باول سندروم، بنكرياتيك كانسر، روماتويد ارثرايتس، سيستيك فايبروز اللي هي الكرونيك إلنس، بديله 1.5 جرام كل كيلو جرام. عندنا حاجة سيفير ستريس وهو بيشنت في الاي سي يو، وعندنا اكيوت انفكشن، تروما، حادثة جامدة وهو جايبيها، ميجور سيرجري، عملية كبيرة ولسه معمولة حالا، أو بنعمل عملية والعملية ديت مثلا اللي مش هنقدر نقفل، يعني عمليات القلب مفتوح ممكن بعد العملية ما بيقفلش تماما الجرح لما يتأكد من نظافة الجرح، كان ممكن يسيب الجرح مفتوح يوم ولا يعني فترة كده معينة يعني لغاية ما يبقى كده يعمل الخياطة النهائية. كل الكلام ده بيبقى سيفير ستريس وبنحتاج كمية عالية من البروتين، لأن بيبقى فيها هذه الحالة هايبر كاتابوليزم. في حالة الكدني بنقلل والديسفانكشن، انما لو حالة الدرس بيحصل له لص. فبالتالي لو جيت قلت لك والله في السؤال احسب لي التوتال بروتين ريكويرمنت لنفس البيشنت اللي احنا ماشي معاه هو مودريت ستريس و70 كيلو جرام، هتقول والله وفقا للبيانات اللي عندي هو البيشنت مودريت ستريس و70 كيلو جرام، يبقى انا هحتاج له 1.5 جرام لكل كيلو جرام، فبالتالي اقول 1.5 في 70 يبقى انا محتاج 105 جرام من البروتين، يبقى البيشنت ده محتاج في بريباريشن في تي بي ان 105 جرام من البروتين. طب ال 105 جرام من البروتين دول هيدونا كام كالوري؟ ده السؤال بقى. احنا لسه قايلين قلنا جرام البروتين بيدينا 3.4، يبقى ال 105 جرام من البروتين هيدينا قد ايه؟ هتحسبها هتطلع حوالي قرب 420 او حاجه زي كده. سوري بيدينا 4، سوري متاسف متاسف، الجرام من الامينو اسيد بيدينا 4 كيلو كالوري، فبالتالي ال 105 في هذه الحاله جبت ال 105 منين؟ قلنا 1.5 في الوزن، 1.5 في الوزن يبقى 100، 1.5 في 70 هيدينا 105، هو ال 105 في 4 هيطلع 420 كيلو كالوري بالظبط، يبقى كميه الجرامات من البروتين اللي محتاجها 105، كميه الكالوري اللي هتنتج او كيلو كالوري او الطاقه اللي هتنتج من ال 105 هو 420. عرفتها منين؟ ان انت قلنا من شويه ان كل جرام من البروتين بيدينا 10 كيلو كالوري في هذه، كل جرام من البروتين بيدينا 4 كيلو كالوري في هذه الحالة. يبقى انا دلوقتي عندي ايه؟ عندي 2100 توتال كالوري منهم 420 بروتين ككالوري. خلي بالك ان البروتين بجانب ان هو كانرجي ريسورس ليه فايدة اخرى، ان البروتين في التحضيرة اللي بيبقى فيها الثلاثة في واحد اللي بيتضاف فيها الليبيد، لازم البروتين هو اللي بيساعد على ان الليبيد دلوقتي ما يفصلش في هذه الحالة، فبنقول البروتين بيبقى قايم بدور البافر كاباسيتي، لان الليبيد بيبقى محتاج الكالاين بي اتش، والبروتين بيدينا بي اتش حوالي من قرب من 5 ل 2 من 10 يعني، فبيدينا ل 7، فالبروتين بيساعد على ان الليبيد ما يفصلش، فبالتالي في البربريشن اللي هي 3 في 1 البروتين بيبقى ليه دور البافر كاباسيتي، ولازم تركيز البروتين عشان يقوم بدور البافر كاباسيتي ويحافظ على الهوموجينيستي اوف بربريشن والليبيد ما يفصلش، ان يبقى تركيز البروتين من 2.5 ل 4%، ودي مهمه انك لما تيجي تشوف تركيز البروتين في الفاينل بريبريشن في حاله 3% 3 في 1 لازم تتاكد ان تركيزه من 2.5 ل 4، اقل من 2.5 تخاف ان الليبيد يفصل في هذه الحاله. برضو في كومنت تاني ان خلي بالك البروتين من اكتر كومبوننت في الاوزمولاريتي، يعني البروتين من اكتر كومبوننت في الاوزمولاريتي، لما نيجي ندرس هنلاقي ان الواحد جرام من البروتين بيدينا 10 اوزمولاريتي، بيدينا 10 في الاوزمول اللي هو ال 10 في الاوزمولاريتي، فبالتالي لو ما بنقدرش في حاله البريفرال انفيوجن اللي انا بعلقها في محلول ورديه زي ما بعلق مثلا محلول الملح والكلام ده كله، ما بقدرش ازود الامينو اسيد عن 3% في الفاينل بريبريشن التحضيره النهائيه من التي بي ان، ما دام هديها بريفرال ما تزيدش عن 3%، ليه؟ عشان موضوع الاوزمولاريتي العاليه اللي بيعملها الامينو اسيد، لان هو الواحد جرام من الامينو اسيد بيدينا حوالي 10 اوزمولار. طب ليه؟ لان هناخد بعد كده ان البريفرال انفيوجن الاوزمولاريتي فيه ما تزيدش عن 900، فتلاقي ان ايه الكومبوننت بقى اللي بتاثر على الاوزمولاريتي؟ البروتين.
فالخلاصه يا دكاترتنا، البريفرال انفيوجن نتيجه مشكله الاسمولاريتي ببتدي اقلل جامد من الامينو اسيد، لان ولازم ما يزيدش التركيز النهائي في البريبريشن على 3%، لان ما هيبقى عندك مشكله الاسمولاريتي. طب السنترال، السنترال بتدي براحتك لانك بتدخل على لارج فين، لارج بلاد فلو، فبالتالي مفيش مشكله التخوف من الاوزمولاريتي. ف 3% او اكتر يتاخد سنترال ما فيهوش مشكله خالص. بريفرال لازم تركيز، ما يبقى اخرك 3%. طيب هحضر بربريشن 2 في 1، البروتين براحتك برضه. طب هتحضر بربريشن 3 في 1، لازم البروتين ما يقلش عن 2.5 ل 4 في هذه الحاله. يبقى في حاله البريفرال ما تزودش البروتين عن 3% من الفاينل بربريشن. طب في حالة لو التلاتة في واحد اللي هيبقى فيها ليبد، البروتين ما يقلش عن 2.5%، لأن لو قل الليبد يفصل في هذه الحالة. من المميزات في البروتين إنك ممكن تدي البروتين in full power from the first day. يعني إحنا قلنا الجلوكوز والليبد ما يفضلش إن أنت بتبدأ، لا ما بنبدأش بالفول باور. يعني لو هو مثلا محتاج كمية سي 100 جرام من الجلوكوز مثال فردي، في هذه الحاله ما بتقدرش تبدا بيه من اول يوم من 100 جرام من الجلوكوز، لا بتبتدي تخليها جرادوال كميه، وبعد كده تزود كميه على تاني يوم، وتيجي على اليوم الخامس توصل للتارجت. نفس الكلام في الليبت، ولكن في البروتين ممكن تبدا بالتارجت لو انت عاوز في هذه الحاله. عاوز تبدا جرادوال براحتك، ولكن البروتين ما فيهوش مشكله لو عاوز تبدا بالتارجت في هذه الحاله. طب انا دلوقتي حسبت البروتين وقلنا البروتين 420، وحسبت التوتال وقلنا حوالي 2100. طب انا عاوز بقى اكمل. قلنا تاني حاجه إيه؟ قلنا هيبقى عندك طريقتين، يا اما تقول والله كده انا طريقه النان بروتين كالوري، وتقول والله النان بروتين 420 والتوتال كان 2100، اطرحهم من بعض هيطلع لك كام يا دكاتره؟ 2100 ناقص 420 هيطلع حوالي 1680. ال 1680 هقول والله ممكن 30% منهم ليبد، 70% جلوكوز، او 40% ليبد و40% جلوكوز. دي احد الطرق، ودي مشهوره في حالات الاي سي يو واللي هي الامرجنسي ومراكز العنايه. وفي طريقه تانية اللي هي مشهوره اكتر في المستشفيات العاديه ومش في حالات الاي سي يو، اللي هي فكره ان انت الليبد تبتدي بعد ما حسبت كميه البروتين تقول والله احسب كميه الليبد، بحيث ان الليبد بيمثل من 20 ل 30، ولكن 30 ده بيبقى ماكسيموم، ممكن كمان 31 32 33 مش مشكله، ولكن ده الماكسيموم. معظم البربريشن بيبقى كميه الليبت فيها من 20 ل 25 في هذه الحاله. طبعا لو زودت الليبت بتخاف من الفاتي ليفر والهايبر ترايجلسرايديميا، فبالتالي ما فيش ترند ان احنا نزود الليبت. اللهم الا بلجا للزياده العاليه في الليبت اللي هي 30 31 32 ده، في حال ان كان عندنا هايبر جلايسيميا ان كنترول، فانا باجي بالليبت عشان اقلل شويه الاعتماد على الجلوكوز نتيجه التخوف من الهايبر جلايسيميا. انما في معظم البربريشن هتلاقي عندك الليبت من 20% ل 25% من القدر. يعني انت عاوز تقول ايه؟ عاوز اقول والله ان انا حسبت الاول التوتال كالوري 4200 2100، حسبت بعد كده البروتين طالع 420، اطرح الاثنين من بعض، ال 2100 من 420 هيدينا 1680. ال 1680 دول سوري يا دكاتره، لا متاسف، هقول والله ان انا عندي 2100 كيلو كالوري، هنقول عندنا 2100 كيلو كالوري كده دكاتره محتاجهم، اقول من 20 ل 25% منهم انا عاوزهم ليبت. طب مثال مثلا والله انا عاوز 25% من البربريشن ليبت، هقول والله 25% من البربريشن. طب انت كان عندك 2100، يبقى الليبت كانرجي هيبقى 25% من البربريشن، يبقى كام يا دكاترتنا؟ يبقى انت محتاج حوالي 500 كيلو كالوري من الليبت. محتاج حوالي 500 كيلو كالوري من الليبت. طيب ال 500 كيلو كالوري اللي انا محتاجها من الليبت دول، طب الجرام من الليبت بيدينا 10 كيلو كالوري، يبقى انا هحتاج كام جرام من الليبت؟ يبقى محتاجه 50، محتاج 50. يبقى تاني في طريقتين، الطريقه اللي هي بتاع الاي سي يو، ودي قلناها لها طريقتها، ان بعد ما بوصل لرقم 1680 اقول 30% ليبت و70% جلوكوز، او 40% ليبت و60% جلوكوز. ده وفقاً عنده جلايسيميا هايبر جلايسيميا ولا لا، او عنده مش تخوف من الهايبر ليبيديميا. وفي دي الطريقه بتاع الاي سي يو، ولكن الطريقه الثانيه اللي احنا هنتكلم عليها ودي اللي هنعتمد عليها في معظم المستشفيات، ودي اللي هنخلينا نعتمد الطريقه دي، والطريقه دي هي الستاندرد، انك بعد ما حسبت التوتال كالوري انك تحسب الليبت كانه بيمثل من 20 ل 25% من التوتال كالوري. هقول والله ان انا عندي 2100،
يبقى الليبيد يمثل من 20 ل 25. مثال مثلا انا خدت الترند ان انا احسب الليبيد كانه يمثل 25%، هقول والله ان انا التوتال كالوري كان 2100 وال 25% منهم هيساوي 500 تقريبا او 505، هنقول مثلا 500. طيب ال 500 دول انا هجيبهم منين؟ من تحضير 20% اللي فيها الجرام بيساوي، الجرام بيساوي 10 كيلو كالوري. يبقى الجرام بيساوي 10 كيلو كالوري، اوكي يا دكاترتنا؟ طيب الجرام هيساوي 10 كيلو كالوري. طب انت عاوز 500 كيلو كالوري، هنقول والله الجرام في 10. طب انا عشان اوصل لل500 هنلاقي في هذه الحالة ان انت محتاج 50 جرام من اللبن. يبقى انا اقول والله ان انا محتاج 50 جرام من الليبيد اللي لو انا هحضر من تركيز ال 20%، واحتاج مثال اللي احنا قلنا نفس المثال كنا قايلين من شويه ان انا محتاج 105 جرام من البروتين. طيب ال 105 جرام من البروتين بيدينا 420، وال 50 جرام من الليبيد هيدينا حوالي 500. اجمع ال 500 وزائد 420 يبقى حوالي 920، اطرحهم من ال 2100، الرقم اللي طالع ده هو اللي هيبقى الديكستروز في هذه الحالة. يبقى تاني هقول والله ان عندي 2100 ناقص 420 ناقص 500 هيطلع لك رقم، الرقم اللي ناتج ده في هذه الحالة هيبقى هو اللي هيتحضر من الجلوكوز. يعني نطبق بأمثلة فعلية، 2100 ناقص 420، 1680 ناقص 500، 1180. ال 1180 دول اللي هيبقوا جايين من الديكستروز. طب ال 1180 كيلو كالوري هيجي من الديكستروز ازاي؟ هقول والله الجرام من الديكستروز بيساوي 3.4 كيلو كالوري، اللي هي فكره المص الجرام من الديكستروز، اكتب واحد كده وجنبهم هيساوي 3.4 كيلو كالوري. طب وتحت الكيلو كالوري هكتب ان انا عندي 1180، واعمل علامه استفهام تحت الواحد، يبقى الواحد قصاد 3.4 وعلامه استفهام قصادها 1180. بفكره المقص هتلاقي نفسك بتقسم 1180 على 3.4، هتحسب كمية الجرامات اللي انت محتاجها من الديكستروز. يبقى انا دلوقتي هوصل للرقم اللي ناتج من كمية الجرامات من الديكستروز. لو جينا حتى نحسبها ونطبقها كتطبيق عملي في هذه الحالة، ال 1180 خلينا حتى بحسبها اهو معاكم، 1180 على 3.4 هيساوي يا دكاترتنا في هذه الحالة حوالي 347 جرام. يبقى انا هحتاج حوالي 347 جرام منين؟ من الجلوكوز. يبقى انا هحتاج لو انا عندي بيشنت عنده 70 كيلو جرام، وزنه 70 كيلو جرام وهو مودريت ستريس، الكالوري حوالي 2100 منهم 420 بروتين جايين من 105 جرام، ومنهم 500 جايين من الليبيد جايين من 50 جرام من الليبيد، ومنهم 1180 جايين من الكربوهيدرات. جايين من قد ايه؟ جايين من 347 جرام من الكربوهيدرات. اوكي كده يبقى انت حسبت الكالوري وحسبت هتحتاج قد ايه من كل نيوترنت في هذه الحاله. هنا بيقول ان الليبيد خلي بالك هو اللي بيحدد التسميه النهائيه للبربريشن، هيبقى اسمها 2 في 1 ولا 3 في 1. 2 في 1 معناها ان الليبيد هيتاخد لوحده زي ما احنا شايفين في الصورة، ادي كده دي كده الشكل ده يا دكاترة بيمثل 2 في 1. الشكل ده عبارة عن الجلوكوز مع البروتين، الجلوكوز بيبقى رايق والبروتين بيبقى لونه اصفر، لما الاتنين يتحطوا على بعض بيدينا اللون الاصفر. يبقى ده معناه يبقى اللون الاصفر ده معناه بروتين لوحده، او ان الجلوكوز على بروتين، وهنا بيتاخد والليبد ايه بيتاخد لوحده زي ادي عبوة الليبد. اوكي دي اسمها 2 في 1، ده يتاخد يتعلق لوحده وده يتعلق لوحده. طب في هذه الحالة ده بيتعلق ديلي وده بيتعلق مرتين لثلاثة في الأسبوع، مرتين لثلاثة في الأسبوع. طب وفي ترند تاني إن أنا 3 في 1، 3 في 1 إن كله بيتحطوا مع بعض، الجلوكوز مع الليبيد مع البروتين، ويبقى شكل العبوة في الآخر زي ما أنت شايف وايت إيمالشن، إنما هنا الليبيد لوحده وهنا الجلوكوز مع البروتين. هنا ده يا ديلي وده بيبقى مرتين لثلاثة في الأسبوع. طب ده بيبقى ديلي. في البراكتس امتى اختار ال 3 في 1 وامتى اختار ال 2 في 1؟ ركز قوي في المعلومه دي ومهم قوي. ال 3 في 1 لما الليبيد بيبقى ليه دور في الانرجي ريكوايرمنت، ال 3 في 1 لما الليبيد يبقى ليه دور في الانرجي ريكوايرمنت، وال 2 في 1 لما الليبيد يبقى مش معتمدين عليه كانرجي ريكوايرمنت، والليبيد احنا مدخلينه جاست
ان احنا ايه لتعويض النقص في الاسينشال فاتي اسيد اللي احنا محتاجينها في هذه الحاله. البريبريشن لو انت هتاخد من الليبد 30% لازم يبقى 3 في 1، يعني ما ينفعش ده لوحده يتضاف ويتحط مباشره 30% ان يحصل مشكله السيبريشن. طب لو ادينا الليبد لوحده ده هيتاخد ديلي، وده هيبقى هيتاخد كل مرتين 3 في الاسبوع، وده ممكن يتاخد على مدار 12 ساعه، انه ده بيتاخد على 24 ساعه، ده ممكن يتاخد على مدار ال 24 ساعه، سوري ده على مدار ال 24 ساعه، وده على مدار 12 ساعه. الليبد لوحده لو هيتعلق لوحده ما تزودش عن 12 ساعه عشان مشكله الميكروبيال ستابيليتي، يعني ممكن يحصل مايكروبيال يعني يحصل فيه مايكروبيال جروس في البربريشن، وتحصل مشكله كونتامينيشن بالمايكرو اورجانيزم، يبقى المايكرو اورجانيزم بتساعد بتنمو اكتر في الليبد. فبالتالي تالي مهم اول حته دي دكاتره، ده لو تاخد يوميا ممكن على مدار 24 ساعه، ده بتاخد مرتين لثلاثه في الاسبوع، ولما تيجي تعلقه ما تزيدش مدته عن 12 ساعه، لو زودت عن 12 ساعه في مشكله الميكروبيال كونتامينيشن في هذه الحاله. طب لو البريبريشن اللي هي 3 في 1 دي لا تتاخد يوميا، وهي اصلا كله مع بعضه بيتاخد على مدار ال 24 ساعه ويوميا في هذه الحاله. لو بالاسلوب ده التركيز هنا يبقى 10 او 20 من الليبل، البوت اللي هتحضر منها الليبل هنا ممكن 10 و20 و30، هنا ما ينفعش ان انا اخد من ال 30 دايركت واعلقه للبيشنت، لان هيفصل، لان وجود الامينو اسيد بيساعد على الاستابيليتي الخاصه بيه. بكده يبقى احنا خلصنا المحاضره الثانيه من توتال بارنتال نيوتريشن، ونشوفكم على خير يا دكاتره ان شاء الله.